قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هل يعتبر فخرا بالأنساب؟ لا، هذا بيان اللي نسبه صلى الله عليه وسلم، هذا بيان لنسبه صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، هذا بيان لنبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه في النبوة. نعم.